سيدنا موسى الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق دمنهور الدوله العموميه معاكم قناه المعاش اليوم، وتعالوا شوفوا اسعار البقر الوالد في سوق دمنهور. اللهم صل عليك يا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. كم ولد لا داغي؟ الثالث يا عمي. ثالث ولد يا جماعه، الخلفه انتهى طبعا، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. الضر والحلبات بسم الله ما شاء الله. كسره قد ايه؟ بتساوي الخنصر. بتساوي الخنصر قافله على الاول، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. خلاص النبي عليه الصلاه والسلام، ربنا يبارك في المال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي ياخذ المال عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. الخلف نتايا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا خلف، الله اكبر. خير خير معلم، عامل ايه غالي؟ الله يقويك ويعينك. حاج ايمن، حاج ايمن الشرقاوي، الله يبارك له وسط حاله وحال الجميع يا رب، اللهم امين. بسم الله ما شاء الله، الخلف صلاه النبي عليه يا جماعه، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. اشتري بكام حاج ايمن؟ اشتري بكام؟ قولوا سرا كده عشان نفسهم حبيبي، الله يقويك ويعينك. بسم الله ما شاء الله، 55. الله اكبر، يلا ما شاء الله. تجار ولا جنينة يا معلم؟ جنينتكم الله يبارك لكم. عاملة كام الله وكيل؟ معلش تمام. طب انعملت كام وانتوا عايزين كام يعني؟ الله عايزين 75. اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شبه وفلح، بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله. ورا انت يا صلاة النبي عليها يا جماعة، بسم الله ما شاء الله على المال، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل عليك يا نبي. بقر الوالد يا جماعة، سوق دمنهور، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. والله ما يزال خذ منطقة خلف فضكة اهو، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. الخلف ذكر، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. شرب الشرب 65، 65 البيع والشراء، بسم الله ما شاء الله. ام الذكر وعشرات اللبن، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك، الله اكبر. ربنا يبارك لكم يا حاج ويصلح حالكم ما شاء الله على البقر الوالد يا جماعه في سوق دمنهور. مساء الخير يا معلم. تجار ولا جنيه؟ جنيه، الله يبارك لكم. خدتها بكام والله؟ بسم الله ما شاء الله على المال، الله اكبر. نعم قول انت كده، اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله، ب 80000، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. انت بتسبق عليه ليه يا اخي؟ والله يعني كام والله خدتها السهل؟ مقفله ها؟ مقفله قفله على الاول يعني، بسم الله ما شاء الله. خلف دقه؟ ايوه، بسم الله ما شاء الله. خدتها بكام بالامانه؟ قول انت كده الاول، تسوى كام؟ 65، 75000 جنيه. كام بالامانه؟ والله خدتها بكام؟ بما يرضي الله، بما يرضي الله، ب 56. 56، الله يبارك لكم، بسم الله ما شاء الله، مالكم مال طيب والله، مصداقية يا جماعة، اللهم صل عليك يا نبي. الجنيين في سوق دمنهور، الله يبارك لهم ويصلح حالهم وحال الجميع يا رب، اللهم امين. ربنا يجعلها مبروك عليكم يا غالي، الله يبارك لك. 100000، اللهم صل عليك يا نبي، عشمانين في ربنا في 100000، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. دبابات البقر الوالد يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب، اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. عايزين من ربنا، احنا طلبنا من اللهم صل عليك يا نبي، ربنا يا عام، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للمال واصحاب المال، اللهم صل عليك يا نبي. بنعمل بهاي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، 80000 اخاء، الله اكبر، 80000 من عند الله. الحاج الله يبارك لك يا حاج، الله يسهل لكم الحال حبيبي يا عم، الله يسهل لكم الحال ويفكم شر، الله يوسع عليك يا ابني. كام يا حاج جوالي؟ والله 80000. اسكت يا ابني، والله 80% و5000، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. فقد ايه اللبن يا حاج جوالي؟ والله صاحبها بقول 25، 25 كيلو لبن في اليوم يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. دبابه جماعات، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للمال واصحاب المال، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. انا كم والله حجي البقره دي بكام؟ بتاعت المعلم سالم، الله يبارك، بسم الله ما شاء الله،
الله اكبر. غير مزارع دي. دينا رقم التليفون يا حاج جوال لو حد عايز بقرا معايا. 010 65 85 06 84 الاسم والمكان. صفت العنب. صفت العنب كوم حماده الله يبارك لهم يا حاج وائل. تجار البقر الثقيله يا جماعه الله يبارك لهم ويصلح حاله ومحال الجميع يا رب اللهم امين. الله يبارك عليك. اي حد يتواصل معاك يا حاج وائل تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاك. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع. ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.